يمشي على طول وينطلق. اللاعب خطر، ادي خطر يلعب على طول عند اوتو، ادي الاستلامه اللي على الصدر من اوتو لكن تخرج من الخطوط الدفاعيه، ومحمد معروف يحتسب ركله جزاء. ركله جزاء للشواكيش، ركله جزاء للترسانه اللي سمعني وقال وقلت ان ممكن اي خطا يحصل من كلا الفريقين يسجل من خلاله الفريق الاخر هدف، وبالفعل خطا من قلب دفاع سبورتنج يتحصل ويتحصلوا الشواكيش على ركله جزاء. تعال نشوفها تاني، ادي خطر، بص اوتو استلم على الصدر، بسم الله ما شاء الله، بص الصدر بتاعه ودي استلمت الصدر. اه يا مؤمن يا مؤمن، اه يا مؤمن يا مهدي، جه شوط الكوره شاط اوتو، ادي بص جوستن استلم على الصدر، وادي التدخل، وادي مؤمن جه شطت الكوره شاط اوتو، ومحمد معروف احتسب ركله جزاء. لم يتاخر، لم يتوانى، لم يتردد، وركله الجزاء دلوقتي لنادي الترسانه، واحنا بنلعب في الدقيقه 40، اخر خمس دقائق على نهايه احداث الشوط الاول. هل يكون الهدف الاول اللي يسجل في مرمى سبورتنج في هذه الدوره الرباعيه؟ هل محمد ناجح يقدر يسجل؟ ادي محمد مجدي لاعب منتصف الملعب، والحديث ما بينه وما بين حمزاوي، محمد مجدي يقول له مش ركله جزاء، حمزاوي يقول له ركله جزاء، وكل يغني على ليلى. مين هيسدد؟ حسين شكري. هل مين؟ هل ناجح؟ هل كيشو؟ هل اوتو؟ دائما ركله الجزاء اللي بيبقى فيها كلام كتير ما بين اللعيبه بتبقى الامور فيها صعبه شويه، مش عايز اقول بتضيع، لكن لازم يكون في قرار اخير لمن سيسدد ركله الجزاء. في الاخر هيسيبوها للليبيري اوتو، ومواجهه ما بينه وما بين ايمن رجب. هل الليبيري يسجل ركله الجزاء الثانيه بالنسبه له، لانه كان سجل ركله جزاء في مرمى حرس الحدود وكانت هدف التعادل؟ هل اوتو يسجل الهدف الثاني له شخصيا في الدوره الرباعيه من ركله جزاء؟ هل هيكون في تالق من ايمن رجب؟ ننتظر ونشوف تنفيذ ركله الجزاء بالنسبه للليبيري. اوتو وايمن، اوتو وايمن، ادي اوتو، ادي الهدف الاول لنادي الترسانه، الجول الاول للترسانه عن طريق الليبيري اوجاستن اوتو، يركن الكره على يمين حارس المرمى وهو الحارس ايمن رجب بكل قوه وبدون اي تردد وبدون اي تدخل وبدون اي يعني مشكله بالنسبه لاوتو، يسجل الهدف الثاني له شخصيا في هذه البطوله وهذه الدوره الرباعيه، والهدف الاول لنادي الترسانه في مرمى سبورتنج. هنا تتغير النتيجه، هنا الترسانه يتقدموا على سبورتنج بهدف عن طريق اللي امام حضراتكم وهو اوتو. ادي بص اوتو، بص قويه، دائما كنا نسمع ودائما اساتذتنا الكبار يقولوا عاوز تشوط ضربه جزاء شوطها على الارض قويه في زاويه، والله لو في 100 حارس مرمى ما يقدرش يجيبها، حطها على الارض في زاويه قويه بعيده عن ايد حارس المرمى تسجل على طول هدف. نادي سبورتنج لو زود شويه في المنطقه الهجوميه وبدا يضغط بكل لاعبيه، ممكن من خلال تسديده او من خلال راسيه او من خلال هجمه يحصل هدف التعادل، لكن ممكن دلوقتي يكون الجول الثاني لصالح الترسانه. ادي شلاطه ميدو، ميدو 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 اوبا، ميدو يا ميدو يا ميدو، اه يا ميدو على الكوره دي، اه يا شلاطه على الكوره دي، ليه بس كده؟ ليه بس تقلع التيشيرت وتتحصل على كارت اصفر؟ ادي ميدو شلاطه ابن بنها القادم لنادي الترسانه المهاري اللي قلت لحضراتكم ممكن يكون عنده الحلول، يتواجد على دكه البدلاء، ينزل يسجل ميدو شلاطه وبالمهاره يقدر ان هو يسجل الجول الثاني. ارقص براحتك، غني براحتك، لف براحتك، اعمل اللي انت عايزه براحتك يا شلاطه. الهدف الثاني لنادي الترسانه، الهدف الثاني للشواكيش. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا شلاطه، يا ولد يا شلاطه، ادي بص شلاطه، لا والله ده شوكولاته مش شلاطه، ده شوكولاته مش شلاطه، بص الترقيص واحد على واحد ما بينه وما بين مهدي، هوبا يا ولد في الزاويه اليمنى، بالزاويه اليمنى وبالقدم اليمنى يسجل الهدف الثاني لصالح نادي الترسانه. ادي شلاطه شوكولاته يسجل الجول الثاني لصالح نادي الترسانه على يمين حارس المرمى ايمن رجب، يحطها له في المكان الصعب في الزاويه القريبه. ادي ميدو شلاطه، وادي بص الرقصه ما بينه وما بين خطر، ادي الرقصه الخطر مع شلاطه وخطر في حب الترسانه وحب الشواكيش. دروع عند اسلام، ادي اسلام فتحي
يلعب الكرة بوش القدم الخارجي، تروح على طول عند شلاطة، ادي شلاطة فرصة الجول الثالث، هوبا شلاطة 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 شلاطة، ادي شلاطة شوكولاتة ينزل يسجل هدفين. اوعى تقلع التيشيرت يا شلاطة، المرة دي هتاخد الكارت الأحمر. بص محمد معروف بيبص له، وشلاطة المرة دي ما قلعش التيشيرت، والهدف الثالث لنادي الترسانة. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا شلاطة، ارقص براحتك، غني براحتك، لف براحتك، اعمل كل اللي أنت عايزه يا شلاطة. ينزل في أحداث الشوط الثاني يسجل هدفين، وادي الرأسة المكسيكية الثانية عند خطر وعند مسعد، لكن الباص اللي كان موجود عند البديل وهو إسلام فتحي. بص الكرة عند إسلام اللي وقع فيها المدافع اللي وقع على الأرض، هو كان رمضان اختل توازنه، لكن بص بطن القدم يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، بطن قدم لاعب كبير وهو ميدو شلاطة اللي قلت لحضراتكم قادم من بنها. بص بطن القدم في الزاوية البعيدة، ويسجل ويسدد ويتقدم بالجول الثالث للشواكيش.